نظام بهذا بيتنا يعني هذا مننام فيه رحنا وهذا بيتنا كليته شيء فتي بعيني عشر أخوة وأمي وأبي عبد القادر وراني نام في ابنان بطلع بلعب برا بسهر شوية بسهر شوية انترنت فيسبوك بنزل على البيت رأى أكيد مني مبسوط محبوس قصة مشاكل طارات مطارات محبوس لهلا صار له 3 سنين ونص ضربني واحد ضربته فت عني على السجن قعدت 3 شهور تربيت من هون لهون اكبر مني بسنه ضربني ضربت واحد هون أنا بشتغل بخضرة عندي خضرة عندي بسطة خضرة هون بشتغل هون أنا ابن على السوق ابن على المنطقة هيدي تفضلوا كيف هالمنطقة كلها فيها شي 30-40 عائلة قرب هلا لك هلا بيت 2-3-4 صار قديش 4 بيوت هو كان شو كان؟ كان بيت واحد اليوم بنشتغل فيه بناكل فيه ما بنشتغل فيه ما بناكل فيه اليوم اللي ما بنشتغل ما بناكل ما بس انا يعني كل الناس هيك هون في وضع بالسوق هون ما بالسوق بطرابلس كلياته في جمود في جمود ايه فهمت عليك شو بدك تعمل يعني حياة قرب دوري فوت لجوا شو بدك تعمل افتح الباب لو قلت لك المدرسة ابي يقتلني ويعيط علي لا عم بتركه اخر الشيء جلدي تمسح يعني عم بيقتلني كثير حطني بشغال هلا بشتغل عمي بيعيط لي بيقول لي في ضربة بقول له ايه بروح فلان بيعيط لي بيقول لي في ضربة بروح هيك انه هيك بقضي يعني انا اشتغلت 5 سنين بالحمص وفول مطعم وبالعمر شي شهرين تاكل ان شاء الله اذا هيك الله رزقني بدي كفي بالحمص فول هيدي حقولتي انا خلقان يعني انا اخواتي امي الله يرحمها كله خلقوني بالعاره ما بنطلع منها كيفك يا محمود؟ سلام كيفك؟ أنا مريضة من الأول بس على الخفيف فيني كأنه أقول مريضة بتوجعني معدي بتوجعني إيدي بتوجعني بس لما عملت العملية لعبتي هبطت كان بتمنى أهم شيء عندي رب العالمين اتوفنا على الإيمان ورب العالمين ما يقطع فينا بدك شي حجة؟ بدي سلامتك الله يسلمك يا رب الله يقومك بخير وسلامة الله, الله يطول بعمرك بدك شي يمي؟ الله يشفيك يا رب بطلع هيك انه في عندي واحد اللي عمره 6 سنين بيعرف يقرا ولا قد عمري 17 سنة ما بعرف يقرا ولا كلمة بطلع بيني وبين حولي انه اندمت تركت المدرسة إذا بدي أعمل عائلة ما بدي شرط حدا معي إذا بدي أدي المسؤولية بلا هالعيش اللي عيشناه هلا ما نعيش هيدي بحلم إنه مثلا نشوف شغال
ما بدي اقول له هيك انا، هذا حلمي، شوف شغل، ما عوز حدا، روح اجي على بيتي وجيب ربة خبز معي حتى ببيتي مثلا، وحسن وضع اخويتي كلياتها وشوفوا حياتهم وظبطوا حياتهم وبلا هالمشاكل كلها.